السلام عليكم. كيف تفقد الوزن بواسطة الجريب فروت؟ الجريب فروت أو الزنبيع بالعربية بيحتوي على مادة بتحرق الصحوم، بتحد من استهلاك الكربوهيدرات بإبعادها للسكريات. لاتباع حمية الزنبيع، اتناول ببساطة نصف كوب من عصيره مع 3 وجبات اليومية. حسب دراسة مولتها دائرة الحمضيات في فلوريدا سنة 2004، الأشخاص اللي تناولوا نصف ثمرة زنبيع أو نصف كوب من عصير الزنبيع مع كل وجبة فقدوا حوالي 2 كيلوغرام على مدى 3 أشهر، بينما الأشخاص اللي تناولوا تماما نفس وجبات الأكل لكن بدون الزنبيع ما فقدوا وزن أبدا. وفي دراسة تانية تم إخضاع 100 شخص لاختبار تم تقسيمهم من خلاله إلى 3 فئات أكلت كلها وجبات متطابقة، لكن الفئة الأولى تناولت نصف ثمرة زنبيع مع 3 وجبات اليومية، الفئة الثانية تناولت نصف كوب من عصير الزنبيع مع 3 وجبات اليومية، أما الفئة الثالثة فتناولت نفس الوجبات لكن بدون الزنبيع. بعد 3 أشهر كانت النتيجة أن الفريق اللي أكل نصف ثمرة زنبيع مع كل وجبة فقد حوالي 2 كيلوغرام من الوزن، والفريق اللي شرب نصف كوب من عصير الزنبيع مع كل وجبة فقد كمان حوالي 2 كيلوغرام من الوزن، أما الفريق اللي ما تناول الزنبيع مع وجبات الأكل فما فقد أي وزن. وهالدراسة أدت إلى اكتشاف آخر مثل بخصوص الزنبيع، هو إنه الفريق اللي استهلك الزنبيع كانت نسبة الإنسولين عنده منخفضة، والإنسولين هو هرمون بينظم معدل السكر بالدم وعملية حرق الشحوم، مما يخفف فرص حصول جلطات والإصابة بداء السكري. مقاومة الإنسولين هي حالة ما بيعود فيها هرمون الإنسولين طبيعي بجسم فعال في تخفيض مستوى السكر بالدم، فبيرتفع إلى نسبة عالية عن المألوف بسبب مشاكل صحية كبيرة. فخلال الهضم السكر والنشويات بينقسموا لجزئيات من الجلوكوز. وظيفة الإنسولين هي مساعدة الجلوكوز على دخول خلايا الجسم وإمداده بالطاقة اللي بيحتاج لها. الأشخاص اللي عندهم مقاومة للإنسولين أجسامهم ما بتمتص الجلوكوز بسهولة، فبتكون ردة فعل الجسم إنتاج المزيد من الإنسولين. تناول الزنبيع بانتظام ممكن يحد من حاجة الجسم لفرز الإنسولين بإفراط لامتصاص الجلوكوز. وتخفيض الإنسولين بيساعد على تخفيض الوزن، لأنه ارتفاعه بالجسم بيعني أنه الجلوكوز ما عم ينحرق مثل ما لازم، فبتتجمع السكريات كشحوم. لما تتناول الزنبيع بينخفض الإنسولين وجسمك بيحول السكريات لطاقة بدلا من تحويلها لشحوم. وحتى لو ما كنت متبع حمية غذائية، عصير الزنبيع ممكن يفيدك لما تشربه مع المأكولات اللي فيها نسب شحوم مرتفعة، لأنه بيحرق الشحوم بيمنع امتصاصها. وطبعا لما نقول عصير زنبيع بنقصد الطبيعي وليس الاصطناعي. وبنهاية هالشريط بوجه تنبيه إلى كل شخص بيتناول أدوية إنه يستعلم عن محاذير كل دواء بياخده قبل ما يتبع حمية الزنبيع، لأنه بعض الأدوية بتصير مؤذية إذا أخذت بنفس توقيت تناول الزنبيع. بس هالشي ما بيعني إنكم ما فيكم تستفيدوا منه. إذا استهلكتوا الزنبيع قبل ب4 ساعات من تناول الأدوية ما بيحصل أي ضرر. ولازم كمان شرب الحليب ودعم العظام بالكالسيوم، لأنه كثرة تناول الحمضيات بتنخر العظام وبتوهنها. بتمنى تكونوا استفدتوا من هالمعلومات. إذا حابين تشوفوا أشرطة أخرى من إعدادي اضغطوا على الرابط أسفل هالشريط، أو فتشوا في اليوتيوب تحت إيهاب بلانيت كلمة وحدة. وبكون ممنون جدا لو بتعملوا لي سبسكرايب. إلى اللقاء.